مساكم الله بالخير مشاهدينا في حلقه جديده من برنامج التارجت كلنا عارفين ان من اهم عناصر الرياضي الممتاز هي التغذيه والكل او البعض ما اقول الكل من في وسائل التواصل الاجتماعي وفي الدواوين نسمعهم يقولون ان التغذيه عندنا في الرياضه الكويتيه هي تغذيه سيئه ومن اهم عناصر اللاعب الممتاز ومن اهم عناصر نجاح الرياضه في كل المجالات هي التغذية اليوم راح نتكلم عن هذا الموضوع مع الأخصائي التغذية أحمد الصالح حياك الله الله يحييكم مشكورين على الاستضافه وان شاء الله نقدم حلقه مميزه وتفيد كل الرياضيين بالكويت بإذن, باذن الله, الله. احمد شيء حلو أنه بالكويت الان صار في اخصائي تغذيه للاعبين في الكويت وهذا شيء طبيعي عند المحترفين في اوروبا صحيح. وفي امريكا صحيح. الجنوبيه وفي كل مكان صحيح. لكن هذا الشيء جدا جميل في الكويت وخطوه جديده، ايش رايك احمد؟ والله هذه الخطوه الصراحه الأمانة موجوده من سنوات نقول احنا يعني من فتره على الاقل عشر سنوات م. موجوده بدات الناس شوي توعى خاصه الرياضيين بدور التغذيه في تحسين الاداء الرياضي م. فبالتالي تحسين الاداء الرياضي الى الفوز بالمسابقات وتحقيق الانجازات. يعني كثير من الرياضات الحين يهتمون بالتغذيه اللاعبين يبون التغذيه الصحيه يبون الخطه الخطه الغذائيه المناسبه للاداء الرياضي شنو ياكلون قبل التمرين شنو ياكلون بعد التمرين شنو الاستشفاء اللي بعد التمرين م. حتى اثناء المباراه شنو يقدرون يستهلكون اثناء المباراه من السوائل وغيرها م. فصار في يعني نقول احنا ثقافه شويه موجوده عند اللاعبين بس نحتاج تطوير اكثر وان تكون تشبه كل الرياضيين في كل مجالات من متى الثقافه حسيتها صارت موجوده عند لاعبين الكويت؟ لان للامانه احمد يعني يعني اجسام المنتخب الكويتي ولاعبين المنتخب الكويتي وايضا في الانديه تحسه مو جسم لاعب كره قدم. صراحه شوف شوف هو الموضوع الثقافه الغذائيه الوعي الصحي الوعي الغذائي موجود خلينا نفرق احنا 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 عندنا بالكويت بشكل عام التوعيه جدا ممتازين لكن في فرق انا وايد انا كنت تكلمت عن الموضوع معاك بالباك ستيج قبل شوي إنه في فرق بين الوعي وفرق بين تطبيق الوعي هذا يعني انا شلون اطبق الوعي انا عارف مثلا ان الزقايا مزينه على صحتي النوم القليل راح ياثر على صحتي، ياثر على ادائي، التغذيه الصحيه راح تاثر على صحتي وما تخليني اؤدي اداء جيد. قصدك التغذيه الغير صحيه؟ التغذيه غير صحيه مم. اسف، هذه كل هالعوامل هذه عارفها لا كل الرياضيين اضمن أ... أ... لك ان كل الرياضيين موجودين بالكويت عندهم الثقافه وعندهم الوعي بدور واهميه التغذيه مم. الصحيه، لكن عندنا مشكله بتطبيق هذا الوعي. وليش ما نشوفه إن... يتطبق دكتور؟ في في اكثر من عامل يعني يكون في 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 اللاعب يقول انا مثلا عندي مثلا ما قاعد اشوف الرياضه مثلا أن تكون هي الهم او الهدف لي بسبب يمكن عدم تطبيق الاحتراف، عدم التفرغ الكامل للرياضه، قله الدعم، هذه عوامل. فبالتالي يصير في عدم تطبيق الوعي. فبالتالي تشوف اللاعبين عندهم الثقافه لكن ما يطبقون. تشوفه تشوفه مثلا ما عند التغذيه الصحيه عارف اهميه التغذيه لكن فعندنا احنا مشكله ترى بكل مناحي الحياه عندنا مشكله تطبيق الوعي نسوق سياره بسرعه لكن احنا عندنا واعيين بان السرعه راح تؤدي الى الى الحوادث او استخدام التليفون اثناء السياره يا يعني سلام ولا نستخدم التليفون واعيين حاطين مخنا لكن تطبيق هذا الوعي عندنا مشكله فيه فلذلك هذه مشكله اكثر الرياضيين عندهم حاليا لا والله حاليا قاعد اشوف الوعي وتطبيق الوعي موجود عند اللاعبين تطبيق الخطه الغذائيه بدات اللاعب اللاعبين يعني يهتمون في هذا الموضوع خلينا لا نتكلم عن فارق الجسماني يمكن قد يكون العامل الجيني له دور لكن مو 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 عذر لكن حاليا بدات التغذيه الصحيه لاعبين صغار لاعبين ايضا الكبار يهتمون بهالمجال ممتاز احمد يعني اللاعبين المنتخب انت تقول ان التغذيه موجوده حاليا والوعي موجود نعم. وتطبيق الوعي ايضا موجود ولكن لما اللاعب يروح بيته هل انت تضمن انه ما راح ياكل اكل غير يا صحي؟ صحيح. حلو يا سامة هني نيه حق تطبيق الوعي، هني خلاص المفروض تكون يعرف ان الرياضي ان التغذيه شيء اساسي مم. مو بلعبته، مو بالمعسكر، مو بالمباراه في الحياه بشكل عام هني يفرق يفرق التفكير اللاعبين، ففي لاعبين لاعبين ما شاء الله عليهم يلتزمون عارف من يعني يروح البيت خلاص يعرف انه ياكل ثلاث وجباته باليوم، الريوكي وجبه اساسيه، شنو ياكل قبل التمرين، شنو بعد التمرين الاستشفاء، النوم متى ينام لازم ينام على الاقل من ثمان تسعة ساعات، وفي لاعبين بالعكس يروح يسهر يروح مثلا ما ياكل اكل صحي ياكل وجبات سريعه يمكن يدخن اكثر فهني في فرق فلذلك هني يبقى انا دوري اوجه اللاعب اثناء المعسكر واثناء البطولات هذا واتابعه ايضا لمن يروح بيته لمن يروح لمن يروح ايضا حتى يسافر يعني انا اتابع اللاعبين الحين انا عندي لاعب المنتخب الواتساب شغال على طول يعني في لاعبين من الساعه 12 بالليل مثلا ثاني يوم مثلا يسا... لاعبين يروحون مثلا محل مكملات غذائيه يسالوني شنو شنو نشتري؟ يروحون الجمعيه شنو نشتري؟ فهذا شيء وايد زين. وايد ممتاز فلذلك تغيرت الفكره يعني تغير الموضوع <applause> ثقافه التغذيه بداوا كثير من اللاعبين حتى لما يروحون بيوتهم لما يسافرون يهتمون بنفسهم احمد انت قلت اللاعب في لاعبين او مو لاعبين في قبل مثلا اللاعب لما يروح بيته يزيد التدخين <applause> اي هل في فعلا لاعبين منتخب الكويت يدخنون؟ في كل المجالات <applause> بالرياضه في لاعبين يدخنون خلنا نتكلم عن هالموضوع، هذا شيء موجود يعني، م. هذا موجود. لكن المشكلة احنا نوعي هؤلاء اللاعبين بأن التدخين مضر للصحة، ونقول حق اللاعبين إذا أنت تلعب هالأداء هذا تخيل أنت لما توقف السجاير شنو يصير أدائك؟ وايد لاعبين قطعوا السجاير، أنا أعرفهم شخصياً، قطعوا السجاير وايد تحسن أدائهم، وايد تحسن أدائهم، فهي الموجودة بشكل عام كل الرياضات م. انا اشتغلت برا انا درست برا واشتغلت مع انديه برا بريطانيا كان في لاعبين صغار يدخنون كانوا يدخنون حتى يعني في بريطانيا في بريطانيا مم. فالموضوع مو بس احنا عندنا الموضوع في النهايه ثقافه الشخص من يعني يعرف بان هذا مضر لصحته وخلاص يهتم نفسه خلاص يتركه لكن لا والله الى يعني الان هذه العاده عنده ومو راضي يغيرها الامر في النهايه له لمصلحته هو أدرب مصلحته ممتاز ممتاز التغذيه بالكويت حاليا صار لها تقريبا كم سنه لان انا جايك بسؤال هو تخصص لا لا أنا لا انا, أنا أ... اقصد انا اقصد التزام اللاعبين في التغذيه الصحيه صار لها كم سنه خلينا نقول احنا يعني مثلا خلينا نقول انا رياضيين يعني انا انا بالمجال 12 سنه تقريبا ك من من تخرجت من اشتغل تخرج في رياضيين يهتمون بشكل عام لا, لا انا اتكلم عن لاعبين منتخب لاعبين منتخب انا أخم يعني اشوف اللاعبين الاصغاني انا بديت معاهم خاصه الشباب وحتى الكبار يعني اتوقع خمس سنين ست سنين بدا يرك... بدا يصير في تركيز ممتاز. اكثر ولكن يعني... الى الان نشوف لما المنتخب الكويتي يلعب امام منتخبات اسيا المحترفه اللي عندهم احتراف كامل نحن نشوف ان فارق البنيه الجسمانيه واللياقه البدنيه عالي جدا بين نعم. الفريقين نعم. تحس ان اللاعب الكويتي صحيح بنيته ضعيفه مقارنه بالمنتخبات الاسيويه. أنت ذكرت وايد نقطه مهمه المحترفه، المحترفه في فرق لما انا لاعب لاعب اللاعب الرياضي عامل التغذيه عامل مهم، واحده من اضلاع نقول الصحه الجسم الرياضي. م. لما يكون اللاعب اللاعب تغذيته سليمه قاعد يعني ياخذ مكملاته وياخذ احتياجه لكن في النهايه عند العامل النفسي مشكله ما راح يؤدي لازم يكونوا متوافقين أه ما يصير انا مثلا العب مباراه مثلا العب مباراه بيوم المباراه اللاعب احد اللاعبين يكون عنده امتحانات مثلا ولا مداوم الصبح ولا مداوم الصبح ويلعب يلعب, يلعب مباراه العصر إيه يعني مداوم الصبح مداوم العصر وعنده مشاكل بهلا ما يقدر يعني لازم يكون في تفرغ كامل يكون في تفرغ كامل راح يكون خلاص هدفه خلاص ما عنده الا رياضته كره قدم فراح يبدع فيها يركز انه شلون انا يعني اصير محترف بكل المجالات بالاداء وايضا بالتغذيه وبالصحه وبالنوم كل العوامل لكن لما اقارن نفسي مع المنتخبات الثانيه المنتخبات الثانيه وصلت الى الاحتراف خلاص يعني كل واحد شغلته كره قدم شغلته الرياضه مثلا الالعاب الاولمبيه او الرياضه شغلته هذه يقوم الصبح يتمرن تمرينين ينام عدل تغذيه دعم انا عندي لاعبين يعني كانوا يدقون علي يوم المباراه يقولون نبي احنا ناقصنا مثلا الجل الرياضي أنا راح نتكلم عنه بعد شوي نبي الحين ما اقدر انا اوفر لك يا الحين المفروض النادي هني يخاطبه قبلها فتره المفروض المفروض النادي عارف اساسيات هذا الموضوع يوفر حق اللاعبين م. فالاحتراف اعتقد هو والتفرغ راح يلعب دور مهم وكبير في تغيير صحه اللاعب بشكل كبير ممتاز من يتحمل سوء التغذيه بالكويت البنيه الضعيفه للاعب الكويتي من المسؤول يعني هي عوامل هي اكثر من اكثر من جهه مسؤوله انا قاعد اشوف انه هي ثقافه ليست فقط الرياضه ايضا الثقافه لازم تكون اللي يمسكون يعني المديرين في الانديه اللي يمسكون الرياضه الامور هذه لازم تكون عندهم بدور دور دور التغذيه الصحيه نعم كنت انا اعاني مع اللاعبين انا اعاني مع المدراء اللاعبين اعاني معاهم يعني مثلا تخيل اللاعبين اللي مثلا ملتزم بالمنتخب واموره طيبه وكذي يرد إن يروح النادي يقول لي يتصل علي يقول لي يقول لي مدير مديرنا مو مخليني اخذ المكمل يقول لي انت مثلا انت انت مو ريال تاخذ المكمل لازم تاكل مكبوس تاكل لحم لهالدرجه وصلت الموضوع مم. فانا استغرب الى الان عندنا هالعقليات فهذا عامل مهم طبعا عامل مهم فلازم المدير يكون متثقف او او واعي بموضوع التغذيه الصحيه لان ثقافه المسؤول تنعكس على اللاعبين وكذلك اولياء الامور ايضا انا ما اقدر ما يصير اروح مثلا انا كلاعب صغير مثلا ارد البيت اشوف والله ابوي مثلا مثال وجبات سريعه، مشروبات غازيه لا لازم ايضا الابو يتوعى بان ولده هذا لاعب كره قدم. يعني نقول احنا في ناس جواهر عندنا لاعبين مواهب، هذه موهبه لازم يحافظ عليها، لازم يساعد يساعد الولد بانه يتغذى تغذيه صحيه. يشتري له الاغذيه الطازجه مثلا يخليه يتريق يساعده على النوم يحتاج مكملات غذائيه يشتري له فهي هي, هي اكثر من عوامل يعني ممتاز ي... لان لان احمد لان في اولياء امور يعني يتذمرون مثلا من من مسؤولين النادي اللي مثلا بالمرحله السنيه يقولون ان النادي هو المسؤول عن تغذيه ولدهم لانه هو اساسا قاعد يروح النادي كل يوم <applause> وبالعكس ايضا المسؤولين في النادي يقولون لا المفروض الاولياء الامور هم هم اللي يهتمون بتغذيه اللاعب، الحين ما عرفنا احمد يعني الحين من منو المسؤول بالضبط؟ الاثنين شلون الاثنين؟ الاثنين انا مثل ما قلت لك انت لما يروح اللاعب النادي المفروض متوفر عنده كل الاحتياجات الغذائيه صح يعني مثلا خلنا نضرب لكم على سبيل المثال ما اروح بعيد وايد بس هذا مثال واقعي مثل ريال مدريد، ريال مدريد شنو شلون يبدون؟ كمثال على فريق محترف يبدا مثلا من 8 الصبح اللاعب ياخذ ريوقه م. تمام يتمرن الصبح تمام بعدين يتغدى بعدين يقيل ياخذ قيلوله معروفين الاسبان السيستا هذه وايد مهمه عندهم بعدين يرد يتمرن تمرين ثاني تمام بعدين ياخذ له وجبه يكون خلص الساعه 5 دوام ويروح يكون عشاء في البيت تمام هذا هذا البيئه المفروض تخلق للاعب تمام هذا وين مسؤوليه مسؤوليه النادي الحين الحين لما يروح البيت يسوي البيت الحين دور دور ولي الامر دور هي للنوم الصحي يعطيه العشاء الصحي ما يصير انه كل هذا صحي واخر شيء يروح البيت وجبه سريعه ولا مشابيس عفوا ولا شيء فاهم علي؟ اي ممتاز فهي م. هي هي الشغله يعني شغله اتوقع هم الاثنين مسؤولين عن عن موضوع صحه الرياضي بشكل عام ما اقدر القي اللوم على 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 جهه عن جهه اخرى. صح كلامك لكن باوروبا كل لاعب له تغذيته الخاصه، انا نعم. اعتقد بالكويت هذا مو موجود هالشيء، اتوقع ان كله فيه. كلهم نفس التغذيه. لا لا لان كل جسم عن جسم يفرق. حاليا حاليا في انا انا اتكلم عن نفسي مم. يعني كل لاعب كل لاعب يفرق تغذيته عن الاخر. اكيد كل شوف انت عندك عوامل مهمه عوامل عامل السعرات الحراريه وشلون توزع السعرات الحارية سعرات من جامعه الطاقه الرئيسيه البروتين والكربوهيدرات والدهون، كل لاعب يفرق. اللاعب المهاجم قد يفرق عن المدافع، يفرق عن اللاعب الوسط، اللاعب اللي عنده زيادة وزن سعرات الحرارية مأخوذة من الطاقة يفرق عن اللاعب اللي عنده نحافة ويحتاج زيادة الوزن. فكل نظام عن نظام يختلف، أنا عند المنتخب أنا أتكلم عن نفسي، لاعبين المنتخب كل لاعب عنده نظام بروحه. لو تسأل أي لاعب منتخب حالياً تقول أن كل واحد عند عنده نظام وعنده خطة مكملات، توصل له عن طريق الواتساب ملف بي دي إف ويطبقها. فكل شخص على شخص في العوامل المشتركه لما يدشون المعسكر مثلا موضوع يوم المباراه شنو ياكلون هذه بشكل عام نوجه م. اللاعبين بشكل عام يركزون مثلا يزيدون الكربوهيدرات مثلا اكثر الباستا والعيش قبلها باربع ساعات ساعات كوجبه رئيسيه تمام المكملات الغذائيه الاستشفاء اللي بعد كلهم ياخذون نفس الشيء لكن لما يروح البيت اوريدي او يروح نادي عنده نظامه وخطه مكملات خاصه احنا كلنا نعرف اذا الدوله تبي آه تبي منتخب آه ممتاز تبدي من المراحل السنيه والبراعم علشان تاسس منتخب قوي وشفنا هالشيء في قطر مع اكاديميه سباير. هل من المعقول آه دوله تبي تاسس منتخب ما عندها ولا اخصائي تغذيه في المراحل السنيه؟ آه هو شوف كان في 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 شخص آه. آه زميل اخوي آه احمد ليري اخصائي تغذيه كان ماسك المراحل السنيه في النادي العربي آه. آه وكان له جهد جبار معاهم الأمانة. وفي بعض المبادرات كانت مع عده انديه الامانه مع تعاون مع عيادات مجموعه عيادات. للاسف ما في للاسف المفروض يكون في كل نادي اخصائي تغذيه مهتم من العناصر السنيه الى الفريق الاول وما يصير الافضل انه ما يصير اخصائي تغذيه واحد اكثر من اخصائي م يعني انت كم راح تغطي فريق عندك فرق العناصر السنيه قد يكون عندك فرق النسائيه عندك العاب الاخرى مو بس كره قدم الالعاب الاخرى الثانيه، السله وكره الطائره واليد، كلهم يحتاجون اخصائي التغذيه. فاخصائي التغذيه الان لازم هو مهم جدا واحد اذرع المهمه في الفريق الطبي، اذا كان عندك فريق طبي دكتور طبيب، علاج طبيعي، مدلك، لازم يكون مع اخصائي تغذيه. ضروري الحين انا اناشد الانديه الصراحه، أن يكون في كل نادي اخصائي تغذيه، مو قادر تجيب اخصائي تغذيه الحين، علاقة تعاون مع عياده. تاخذ الاوزان والطول والامور هالقياسات عشان تاخذ يعني على الاقل يصير في تعاون بينكم يعني على الاقل لو مره بالاسبوع مرتين مره بالشهر يكون يعطونهم انظمه غذائيه وجود اخصائي تغذيه مهم جدا تاسيس لتاسيس المراحل السنيه انت لما تغرس الوعي الصحي وعي التغذيه من هو صغير من هو خلاص خلاص راح يتعود راح يكبر مع هذا اضرب الشيء. لك مثال على مثال اتلتيكو مدريد اتلتيكو مدريد ليش هي من افضل الاكاديميات في العالم؟ يهتمون بالتغذيه بالتغذيه وبالدراسه م. يعني انا شاهدت اكثر من ناس عرفهم كانوا يهتمون بهالمجال كانوا يدزون نظام غذائي لكل لاعب صغير يقولوا له شنو ياكل بالبيت مع اهتمام ولي الامر فلذلك شيء أساس التغذيه في المراحل ممتاز بمشار يعني احنا في في الكويت ما في بيئه احترافيه وكلنا ندري بهذا الشيء. نعم. انت لما بلشت تشتغل مع اللاعبين ما عانيت معاهم؟ ما حسيت ان اللاعب مثلا الاستيعاب عنده بطيء في من هذه الناحيه ما حسيت ان انت قاعد تعاني معاهم شوي؟ في معاناه نعم في معاناه مو مو بس ان تلقي المعلومه وتطبيقها م. ايضا بتوفير الاكل يعني توفير الاحتياجات يعني م. مثلا. لما انا اعطي اللاعب مثلا اقيس وزنه وطوله في بعض اللاعبين اسالهم كم طولك؟ كم وزنك؟ يقول لي انا ما اعرف ولا مره بالنادي اخذوا منه اوزاننا ولا طولنا. انصدم انا شلون كذي يعني؟ في المقابل لا والله في لاعبين ما شاء الله مهتمين لكن في لكن انا عانيت بهالموضوع، عانيت بانه لما ابدا احدد النظام الغذائي وطبق عليهم لا والله في معانات في اللاعبين مثلا ما ياكلون سلطات، ما ياكلون خضروات والفواكه. يهتمون اكثر بالوجبات السريعه، متعودين بعض البيئات كل يوم وجبات سريعه، بعض البيوت كل يوم وجبات سريعه، فتغير انت تغير تسوي تسوي شفت بانه ياكل اكل صحي، وشغلات مشويه، صدور دياي هذا جدا خزر. صعب يوم وليله ما يصير صعب م. تدريجيا بديت معاهم في ويد في لاعبين يمكن وايد صار فيهم لكن مع المتابعات مع الاصرار اللاعب نفسه لا والله تغير، فهي تدريجيا تي يعني البيئة تأثر، المجتمع، طبيعة المجتمع تأثر، لكن في في النهاية نعم أول أول مرة أول أيام كنت أول أيام أول سنوات كنت أعاني يعني من حتى العادات الغذائية بالفنادق مثلا يشتغلون من برا وشي تعال شيله منهم وهذا وعطهم البديل الغذائي فأنا لما أط... يعني جت فترة أدش كنت أدش الغرف أدش الغرف آخذ الكاكاوات والحلويات آخذهم بكيس يعني 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 بالمعسكرات في, في فترة في يعني كاكاوات وفي أغذية صحية هذا قبل قبل ايش أه... كثر؟ لا لا قبل بمشاري. قبل لا انا قاعد اتكلم عن اول ما اول ما دشيت المنتخب يعني قبل كان... 12 سنة لا 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 أول لا, انا قاعد اتكلم عن يعني قبل خمس سنوات أو... اول بدا لو... يعني بدا دور التغذية يوضح يعني من اذكر يعني اذكر لازم اذكرها الدكتور عبد المجيد بناي لما حطني اساس معاه بالتغذية دخلني مع المنتخب في كاس الخليج اكثر من بطوله، شفت هالبعض العادات بديت اغيرها صراحه هذه ه... بمشاري مصيبه صراحه اي اكيد هي... هي, موجوده قاعد اقول لك العادات ما تتغير في يوم فانت انت لما تغير لما اخذ هذول انا كنت اعطيهم بديل صحي وعارفين اللاعبين كنت اعطيهم سناكات صحيه يعني مثلا نفس السناكات ممتاز يعني مثلا بروتين بار قليل السكر مثلا او اقل من 15 جرام اقل من 5 جرام سكر وفيها 15 جرام كربوهيدرات وفيها بروتين على الاقل 20 جرام بروتين كنت اوزع عليهم عند الغرف يدرون اللاعبين كنت امر عليهم العصر المغربيه اوزع نفس نفس الانواع يعني كنت تعاني معاهم في عدم الالتزام اي لكن انت شنو انا؟ ما ما يصير انا اقول اخذ منه وما اعطي. فكنت اخذ م. منه اقول له عطني واعطيك بديل بديل صحي وحلو استانسوا عليه استانسوا وشا... فاللاعبين عرفوا الحين شنو ياكلون. ف... فنعم في معاناه اول شيء لكن بعدها الامانه شهاده لله اللاعبين قمه التزام خلال يعني فترات قمه التزام النظام الغذائي اوقات الوجبات المكملات. ابو مشاري أ... في ب... لاعب من اللاعبين بالكويت ما بذكر اسمه مره من المرات كان مع لاعب اوروبي في برا اوروبا حتى شاف ماكدونالدز كان يقول حق اللاعب ايش رايك نروح ناكل ماكدونالدز اللاعب الاوروبي استغرب يعني يقول احنا ما ناكل هالسوالف هذه هالسوالف هذه ممنوعه اساسا لانها مضره مو بس غير صحيه لا مضره على 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 اللاعب المحترف فهذا الشيء يبين لك انه ما في ثقافه وما في عقليه في في التغذيه بالكويت يعني من البديهي اصلا ان انا لاعب ما اكل وجبات سريعه فتخيل اللاعب يقول انا صدمت من رده فعل اللاعب الاوروبي شو الفرق بينه وبين اللاعب الاوروبي في فرق واحد شنو المراحل السنيه تاسس بالوعي الصحي هو المراحل السنيه ما يصير انا احنا نعاني من الشغلات اللي نعاني منها إنه دش على اللاعبين مثلا صاروا كبار مثلا فوق ال سنه تعال غير العادات اللي هو مستمر عليها من سنوات ما اقدر اغيرها بيوم وليله، فلما هو يكون مؤسس تاسيس صحي وأردي اكله صحي واكله مفيد الوجبات السريعه بشتى انواعها راح يستغرب انه ياخذها ياكلها، يمكن ياكلها بالمناسبات يمكن يتعب منها. لكن لما اوريدي هو بالمراحل السنيه ما تاسس بهالموضوع والامر هذا يكون يعني موجود ومتوفر وما حد يمنعه، ما حد يمنعه وقد يكون بعض الانديه بعضها تساعد انه ياكل بعد المباراه الامور هذه او او بعد يعني عادي طبيعي انه ياكل اي وقت فطبيعي انه راح يستغرب فطبيعي انه يصير هذا الشيء عنده بديهي فطبيعي ان اللاعب الثاني المقابل المحترف يستغرب لان اوريدي يعني هذا تاسس على التغذيه الصحيه والصحه وهذا الى يعني الان يعني ما تاسس فهذا الفرق يعني ممتاز مشاري احنا نشوف اللاعبين الاوروبيين لما تحوشهم اصابه أيه مثلا عضليه ولا اصابه ايا إيه 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 كانت الاصابه تشوف الاستشفاء عندهم سريع. انت تشوفه بالملعب طايح وتشيله نقاله يقول لك اسابيع ويرجع يلعب طبيعي، هل التغذيه نعم. يعني تاثر بشكل كبير بالاستشفاء الرياضي؟ نعم. نعم. نعم التغذيه الصحيه جدا مهمه في عمليه استشفاء من الاصابات، ايا كانت الاصابات، الاصابات العظميه قاعد اتكلم عن الكسور او الاصابات العضليه او اصابات الاربطه. أكثر الإصابات اللي تصير إصابات عضلية، تصير كسور طقة مثلا أو واحد إذا صار عنده كسر بالساق أو كسر بالكاحل، لكن أكثر إصابات الإصابات تار. إصابات عضلية أو الإصابات العضلية مهمة جدا لإستشفاء التغذية، في عوامل مهمة جدا تحسن استشفاء. وايد أنصح أنا بموضوع أكيد التغذية الصحية بشكل عام، لكن البروتينات مهمة جدا. بالأساس الأسماك. مصادر الاوميجا 3 زيوت الاوميجا 3 زيوت الاوميجا 3 مهمه جدا لتسريع عمليه الاستشفاء في هذه النوعيه من الاصابات لان يعني هي مضادات الالتهاب يعني وايد مهمه لتحسين عمليه الاستشفاء ايضا الاوتار خاصه الاوتار نقول احنا الاصابات الاوتار يعني التئام الاوتار الانسجه مهمه جدا عاملين مهمين الكولاجين الكولاجين معروف للناس خاصه اخواتنا النساء ياخذون عشان البشره والجلد والشعر مهمه جدا لنمو الانسجه ونمو الاوتار والاربطه مع فيتامين سي. انا وايد الناس اللاعبين يعرفوني اللاعبين عندهم اصابات يعني اصابات خاصه الاوتار والاصابات العضليه والتمزقات العضليه وايد اقول لهم ركزوا على هالثلاثه اوميجا 3 فيتامين سي مع الكولاجين هذول شغلات اساسيه واضيف معاهم فيتامين د اذا كان عنده نقص فيتامين د. فهالامور وايد اساسيه، اصابات العظميه العظميه يعني هذه علاجها يعني طبي اكثر يا لكن قد يكون الكالسيوم قد يؤثر اكيد اكيد م. يسرع يعني ما يصير لاعب اكيد 100% اللاعب اللي اللي يستشفى مع العلاج مع التغذيه راح 100% راح راح يتشافى ويرجع الملعب اسرع من اللاعب اللي فقط يعتمد على بعض العلاجات بدون تغذيه مو بس كذي ابو مشاري احنا نشوف ايضا اللاعبين الاوروبيين مثلا زانتي توتي كريستيانو رونالدو نعم. مالديني نعم. خلينا نقول ان الثلاثه مالديني توتي وزنتي وصل عمرهم 40 سنه نعم ويلعبون اساسيين مع انديتهم نعم احنا هالعمر هذا مو نادر ما نشوفه نهائيا عندنا في الكويت هل التغذيه لها دور اساسي ولا لا؟ اكيد لها دور اكيد لها دور يعني وايد وايد مهمه يعني يعني وايد دراسات طلعت دراسات قويه محكمه لقوا بان في علاقه بالتغذيه الصحيه مع اللونجيفيتي يسمونها جوده الحياه او اطاله الحياه تشوف مثلا تشوف واحد مثلا في بعض الاحيان تشوف واحد عمره 50 50 سنه كأنه عمره 30 سنه تمرن كروس فيت ويلعب دراجات ويلعب كره قدم لكن بعض ما تشوف واحد عمره 30 سنه او كان عمره 60 <applause> سنه عمره 60 فرق هذا لو لو تقعد معاه انا دشوا علي بالعياده وايد ناس من هالفئه اعرفهم <applause> تشوف تغذيته جدا جدا صحيه نومه صحي الحاله النفسيه عنده ضغوطات لكن يعرف يطلع من الضغوطات عن طريق بعض التكنيكات مثل التنفس العميق، تمارين اليوغا، الصلاه، الذكر، هالامور هذه كلها تطلعه من المود عارف عنده الوسائل لكن بالمقابل هذا اللي يعرف الوسائل عنده الوعي بس ما قاعد يطبق الوعي، عارف انه يعني عنده عنده هالامور هذه كلها بس انه شوف شلون حالته الصحيه، فهي اكيد التغذيه الصحيه عامل مهم لتحسين جوده الحياه. ممتاز ابو مشاري قبل لا نختم متى نشوف اللاعب الكويتي عند الوعي الكامل ومو بس الوعي الوعي موجود مثل ما قلت لكن متى نشوف التطبيق الكامل عند اللاعب الكويتي علشان نشوف المستوى يرتفع انا انا اللي قاعد اشوفه امانه كونك انت كونك انت بالاتحاد واشتغلت مع اكثر من نادي في الكويت مع نادي الكويت يعني نادي؟ انا انا اشتغلت يعني قبل قبل لا, انضم للاتحاد كانت تجربه يعني بشغل الخاص مع نادي الكويت كاخذ قياسات وضع الانظمه الغذائيه لكل لاعب ايضا اللي تجربه مع نادي النصر الاماراتي في فريق الصالات في فتره كورونا في فتره الحجر كان ومردوا الرياضه فبالتالي طلبوا مني اني اسوي لهم انظمه غذائيه كان في تعاون كله عن طريق الزوم كله عن طريق الايميل كله عن طريق الواتساب الحمد لله حققت معاهم بطوله كاس كاس الدوله كره الصالات الفكره الفكره بكل بساطه موجوده الثقافه موجود هذا الوعي موجود وقاعد أشوفه جدا جدا موجود عند اللاعبين وايد كثير من اللاعبين يعني لا هي الثقافة هي مشاري مو بس عند اللاعبين كلنا عندنا هالثقافة هذه لكن تطبيق التطبيق صعب آه 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 أنا قاعد أتكلم التطبيق التطبيق موجود سهلت الأمور مم. الحين أخصائيين تغذية موجودين الوجبات الصحية موجودة شركات تناهز تبارك الرحمن كل شركة تقول زود عندي تمام أه تبي تمرن عندك تمارين حاليا في ابلكيشنز تعطيك التمرين على حسب رياضتك. لكن اذا بلشت معاه شاري بالفريق الاول ماكو فائده. نعم. لازم تبلش نعم. معاه من الصغر. نعم، هو هو اساس احنا انا كلنا نتفق انه من الصغر صغر انه واحد سنة افضل في التاسيس وافضل في تطبيق هالامور بما كان يكون كبير، لكن ايضا الكبار ما شاء الله عليهم يعرفون موضوع الثقافه الصحيه هذه، التغذيه الصحيه بشكل عام اللاعبين بكل الانديه بكل اللعبات عرفوا انه إن, ان لازم انا احسن صحتي عشان اقايش مع الصغار هذول فلذلك وايد مهم موضوع تطبيق التغذيه الصحيه تطبيق الوعي الصحي هذا وعي التغذيه الصحيه حاليا قاعد اشوفه بشكل كبير واعتقد مع تطبيق الاحتراف مع لما يصير احتراف عند اللاعبين يصير متفرغ تفرغ كامل رياضته تغذية الصحية راح تصير اساس بحياتنا والله احنا نتمنى ابو مشاري ان الاحتراف يطبق عندنا بالكويت لأن مثل ما قلت اذا الاحتراف تم تطبيقه بالكويت خلاص الامور الثانيه كلها راح تتسهل ليش لانه خلاص راح يكون فكر اللاعب أن أنا وظيفتي آه كره قدم وراح تكون ومو بس كذي يعني اول شيء ما راح يتاخر عن التمرين راح يلتزم بالاكل ليش لانه في نظام العقاب والثواب اذا هو ما التزم بالاكل راح يتعاقب اذا هو تاخر عن التمرين راح يتعاقب ف اهم شيء عندنا تطبيق الاحتراف، تطبق الاحتراف الامور كلها تتسهل باذن الله. الله يعطيك العافيه ابو نورتنا وشرفنا واستفدت الكثير منك انتم نعم. المشكورين وان شاء الله تكون الحلقه يعني الكل يستفيد منها الرياضيين بالكويت وان شاء الله ما اكون ذكرت عليكم بالمعلومات لا بالعكس خفيف الله يا ابو مشاري مشكورين. مشكورين طول لي